ممكن تفهميني بقى ايه اللي جابك؟ انتي مش مستعده للكلام، بس هتسمعيني كويس قوي وهتفكري في الكلام اللي انا هقوله لك، وخدي وقتك. خلاص يا حكيم، يبقى تستني بقى لما تلقطيني وانا مستعده عشان تيجي تتكلمي معايا. مش يمكن كلامي هو اللي يفوقك؟ بقول لك ايه، انا لا مستحمله نفسي ولا مستحمله حد، ومتهيألي انت اكتر واحده عارفه ان انا من ساعه ما شفت وشك وانا ما بطقكيش. فقولي عايزه تقولي ايه وخلصيني، بطلي بقى شغل الحوارات بتاعتك دي، عشان انت بصراحه استاذه في الحوارات وانا ماليش في حواراتك يا كريمه. ممنوع التدخين، انت فاكره نفسك في بيتكم؟ انا كنت فاكراكي اجدع من كده، كنت فاكراكي بعد اللي عمله طارق في الهام هتقفيله، بس انت رجعتيله. تحاولي تقنعي نفسك ان الدور مش عليكي في الأذية. وانت بقى يا ترى خايفه على مين؟ عليا ولا على طارق؟ يا بنتي بطلي، فكري شويه. طارق هيرميكي، طارق هيخليكي شبهه، وبعد ما تبقي شبهه هيرميكي. هتبطلي تلمعي في عينه يا دهب. بصي عليا. بص عليكي وشايفاكي كويس قوي من ساعة ما دخلتي بيتي، وشايفة عينيكي وهي بتبصلي وهو معايا، وعينيكي وهي بتحول وهو بيحبني قدامك. اللي ما تعرفيهوش عني ان انا بسمع كويس قوي الكلام اللي ما بيتقالش قدامي. انا كنت بسمعك بتفكري في ايه وانتي نايمه في سريرك، وسامعاكي دلوقتي وعارفه اللي بيدور جواكي. تحب اقول لك جواكي ايه ولا تقول انتي احسن؟ صح، كلامك صح، بس ناقص. انا عيني بتروح ورا طارق في كل مكان عشان اللي عشته بسببه واللي مش المفروض حد تاني يعيشه. طب ما تمشي، ايه اللي مخليكي لازقه فيه قوي كده؟ ما كنت تمشي من زمان يا كريمان يا لازقه. اللي جابرني هو اللي جابرك ومخليكي لسه معاه. طمني يا دهب، انا متاكده ان طارق مش ليا. انا بتكلم عليكي انتي، انتي حلوه وجدعه وطيبه. طارق هيطفيكي، طارق عشمني وخلع، طارق السبب اني ما بقاش ام طول عمري. عشان الكلمتين الحلوين اللي طالعين من بقك الحلو ده بقى، أنا مش داخل عليا ولا كلمة. عايزة تفهميني إن أنت إيه، همك مصلحتي أوي يعني أو خايفة عليا؟ بطلي ما إحنا والنبي يا كريمين. أنا مش عايزاكم مع بعض. أيوه بحبه وبغير عليه، ومش عايزاه يفضل حد عليا. ارتحتي كده؟ مع إني متأكدة إني مفيش غلطة عملتها إلا ما كان طارق السبب فيها. كلنا بنغلط، انت ما بتغلطيش لوحدك. انا كمان غلطت كتير قبل ما اعرف طارق. اللي بيبقى فيه في حياته غلط بيخاف للي قدامه يعرفه، فبيعديله اي غلطه يشوفها. انا عارفه ان ده مش مبرر، أكبر غلطة عملها في حياته إنه قتل دنا. عارفة يعني إيه أب يقتل دنا؟ أنا شفت ده بعينيا بقى، وعديت له غلطة تافهة جنب الغلطة دي. وجودك يا كريمان، أنا من أول يوم وأنا فاهمة إن أنتوا استحالة تبقوا إخوات. كنت بسكت عشان بحب، واضح إن إحنا الاتنين اخترنا غلط. واضح ان هو اذى ناس كتير قوي. انا عارفه ان انا صعبانه عليك، وانت كمان صعبانه عليا، والهام صعبانه علينا احنا الاثنين. سيبيني افكر يا كريمه، لاني حاسه ان انا بقيت غبيه قوي. انا اذكى مما تتخيل. عارفه بقيت غبيه ليه؟
عشان أول مرة أحب. فهماكي وحاسة بيكي. بتهيألي إن الرسالة وصلت. فكري شوية في كلامي وانسي كرهك ليا. حبي نفسك يا دهب هتكسبي. هو انتي نازلة ولا ايه؟ عندي مشوار. طب مش عايزة انا اجي معاكي؟ تيجي معايا ليه؟ اساعدك. لا مش محتاجة مساعدة من حد. هو انتي ليه بتعاندي يا الهام؟ احنا كلنا في الاخر عايزين نساعدك ونقف جنبك. حتى في موضوع عادل ما يهمناش في الاخر غير مصلحتك انتي. بصي يا الهام، البيت ده طول عمره بيتك. اهم حاجة بس انك تقفي على رجلك. ولو ربنا رايد يعوضك خير فكري وما تعنديش يا الهام. عوض اللي انت بتتكلمي عليه انت وجوزك. انا عوضي مات من زمان عشان ابوه طلع كلب فلوس ونصاب وحرامي. اللي بيروح يا شهد ما بيرجعش تاني. مساء الخير يا دهب. الهام اتفضلي. فاجئتك لما طلبت ان اقابلك مش كده؟ ازاي بتقولي كده يا الهام؟ حاولي ما تعمليش فرق بيننا من فضلك. بعد اخر زياره لما قابلتيني وبعد كل الكلام اللي قلتيهولي خدت وقت كده في التفكير علشان اطلبك واجي اقابلك. ولو لسه محتاجة وقت كمان خدي وقتك وما تتسرعيش في أي حاجة. لا أنا خدت وقت في التفكير يا دهب. وأنا واحدة بتعرف ربنا طول عمري ومش هاخد حد بذنب حد. أنا آسفة إلهام، حقك عليا. أنا ما أذيتكيش بشكل مباشر بس أنا كنت السبب في أذيتك. بس والله العظيم أنا ما كنت فاهمة. أنا نفسي أعملك أي حاجة أخفف عنك اللي شفتيه بأي شكل. والله لو طلبت مني عناية حتى هديها لك. مفيش وقت للأسف والكلام والعتاب دلوقتي. شوف يا دهب، لو أنا هستنى طارق هو مش هيستنى. في منتهى السرعة هيعمل عملته ويهرب ومش هعرف أوصل له. ويعلم ممكن يعمل فيكي إيه. واللي زي طارق ده مش هتعرفي تاخدي منه حاجة. علشان كده فكرت وجيت لك علشان نشوف هنساعد بعض ازاي. قولي محتاجة ايه؟ لو اقدر اعمل اي حاجة هعملها لك والله العظيم. عاوز اخد حقي من طريق دهب.